سيطر اسم الفاشينيستا وخبيرة التجميل الكويتية غدير سلطان على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وذلك بعد تداول أنباء زواجها من شيخ قطري وارتدائها للحجاب. وتناقلت صفحات تعنى بأخبار المشاهير في الخليج والعالم العربي أنباء زواج الكويتية غدير سلطان، وأرفقتها بصور ومقاطع فيديو قيل بأنها للمهر الذي تلقته من زوجها القطري، والذي قيل أنه بلغ حوالي $500,000. وذكرت هذه الصفحات بأن المهر المقدم لغدير سلطان تضمن عقد فاخر من علامة كارتييه يبلغ سعره 441,000 ريال سعودي، أي ما يعادل $117,000 أمريكي. ويمكن ارتداء عقد كارتييه المقدم لغدير سلطان بطريقتين، الأولى مشدود على الرقبة والأخرى بطريقة منسدلة على الصدر، وهو من مجموعة البانثر ومصنوع من الألماس والذهب الأبيض والزمرد. كما تضمن مهر غدير سلطان ساعة فاخرة من كارتييه أيضا. وانتشرت صورة لغدير وهي ترتدي العقد الفاخر، وقد رمت على رأسها الشالة الخليجية الفخمة، وهو ما دفع النشطاء إلى تداول أنباء ارتدائها للحجاب بعد دخولها للقفص الذهبي. وكانت الفاشينيستا الكويتية قد أعلنت اعتزالها الظهور في السوشيال ميديا في مارس من العام 2020، وذلك لأسباب دينية، وتكتفي بالظهور فقط من خلال فيديوهات تحمل صوتها. وجاء قرار غدير بعد سلسلة الأحداث التي مرت بها العالم من كوارث وحوادث وغيرها، عبرت عن حزنها وخوفها من وضعها يجب أن نتقي ونعتبر من الوضع الذي نمر به، وأضافت أن السعادة وراحة البال ليست بالمال والمنزل، وإنما بالقرب من الله والالتزام بالصلاة وعدم هجر القرآن. كما أكدت أن آخر مرة فرحت فيها من قلبها كان منذ زمن بعيد، وأنها كانت تصارع نفسها لاتخاذ القرار المناسب حول وجوب عدم إظهار وجهها على السوشيال ميديا. وعادت غدير السلطان عن قرارها بعد مرور 5 أشهر فقط على اعتزالها. غدير السلطان هي فاشينيستا وخبيرة تجميل من الكويت، ولدت ونشأت في دولة الكويت في العام 1988. لديها شهرة واسعة في الكويت والخليج العربي، إذ يتابعها على إنستغرام أكثر من 2,000,000 شخص. تلقت غدير تعليمها في المدارس والجامعات الكويتية، وهي تمتلك صالون تجميل يحمل اسمها، واتجهت بعد ذلك للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي كصانعة محتوى في مجال الموضة والأزياء والتجميل، وتقدم الكثير من النصائح في تنسيق الملابس وكيفية مواكبة الموضة، وكذلك كيفية العناية بالبشرة والشعر وأفضل المنتجات.